نتحول إلى اليمن الآن، حيث أعلنت مصادر في المقاومة الشعبية مقتل 34 مسلحا وإصابة العشرات من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في غارات لطائرات التحالف العربي في محافظة تعز. وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع في شارع 30 ومنطقة حزران في المدينة، وأسفرت مواجهات أخرى عن مقتل 3 من مقاتلي المقاومة وجرح 7 آخرين وفق المصدر ذاته. على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات التحالف زودت الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ب 85 آلية عسكرية حديثة للاستعانة بها في معارك فك الحصار عن تعز واستعادة المحافظة من قبضة الحوثيين وقوات صالح.